من الواضح كده ان عمرو الكاشف يعني تخطى كل الحدود الحمراء بجد يا جماعة، ده بيتهم اي حد حرفيا مجرد بس ما يشك فيه، يحس ان في شبه من حد معين تاني، يحس ان في اتهام على بيرمي الاتهام على طول. برضو نفس اللي حصل منه في القضية، في بداية القضية خالص محدش فينا كان يعرفه نهائي، لما قال لي هدير طلع اللي في بطنك يا هدير وي وي، وطريقته هجومية جدا. بيعمل برضو نفس الطريقة ونفس النظام مع مين؟ مع أختكم اللي موجودة دلوقتي، اللي اسمها على اليوتيوب اسمها هنا البهدورة. هنا البهدورة دي خلي بالكو، دي واحدة عندها قناة على اليوتيوب من زمان، مش من سنة أو اتنين، من 3 4 سنين تقريبا، اتكلمت في قواضي كتير. بيقولوا إن هي مصرية، هي قاعدة بره على فكرة في أمريكا، مش قاعدة هنا في مصر. هي كانت هنا وبيتقال إن هي من اسكندرية، اسكندرانية الأصل، وعايشة في أمريكا. وكمان صاحبة يعني الأستاذ أكرم سلام، المستشار أكرم سلام. فلكم أن تتخيلوا إنه يتقال عليها من عمرو الكاشف بدون أي دليل، ده علشان بس إن فيها شبه كبير. وأنا عن نفسي أنا، إن أنا لما شفت الصورتين جنب بعض فعلا فيها شبه كبير، ولكن ما ينفعش انا شخصيا او غيري نرمي الاتهام على هنا البهدورة، اسمها يعني اسمها، انا معرفش اسمها الحقيقي بجد والله، انا مش متابعها، ولكن انا يعني هي اسمها كده. ولكن لما حد يجي يرمي تهمة على حد، انا شخصيا لما اجي يعني احس ان في حد شبه حد مش هبقى زيه بجد، مش كده. عمرو الكاشف اقسم بالله مضيع نفسه. ايه يا جماعه ده؟ طبعا نزل صوره، الصوره اللي قدام حضراتكم دي، وكتب عليها الكلام اللي موجود قدام حضراتكم، او بيتهمها ان هي ام حلاوه اللي بيقول عليها، يعني اللي هي البنت بتاعت عبده الشيطان اللي هتشوفوا دلوقتي الفيديو بتاعها. A woman in Egypt by the name of Nayara Ashraf was recently unalived by Mohamed Adel for refusing his proposal. Now, Adel was already charged for his crimes. Okay, all my fellow tattooed friends, any of you who are going to get tattooed from here on out, please, please, please stop and listen. So I just had a telehealth appointment with my doctor, and he asked me, hey, are you going to be getting tattooed anytime soon? And I said, probably. And he has tattoos as well. طبعا احنا هنا لو جينا شفنا، عشان نثبت لكم قد ايه ان يعني مش دي هي دي خالص، اول حاجة ان دي على وشها وشم، تمام، ودي مش على وشها وشم، دي اول حاجه. طبعا مراخيرها، بصوا كده ركزوا في مراخيرها، دي غير دي خالص بجد، دي غير دي خالص، دي واسعه شويه، ويعني الحدود والملامح بتاعت مراخيرها غير التانية خالص، تمام. البنت اللي هي من عبدة الشيطان دي، الله يخرب بيتها، ضيعت يعني ضيعتنا معاها، وخلت الواحد يحلم بكوابيس بسببها. انا بقيت احلم بكوابيس وربنا بسبب الاشكال دي. فبصوا هتلاقوا ان مناخيرها تخينه شويه اعرض من التانية. طبعا بقيت بقى التفاصيل بقى التانية اللي في جسمها، سيبوكم من وشها، عشان انا شخصيا لما بصيت للصورتين زي ما قلت لكم في البداية حسيت ان فيهم شبه كبير جدا، بس لما دققت لا، ده دي غير دي خالص، ودي بتتكلم بلهجة، ودي بتتكلم بلهجة تانية، حتى الصوت دي صوتها غير دي، والتانية اللي هي من عبدة الشيطان دي بتتكلم بلهجة يعني أجنبية أجنبية، تمام. وجسمها كله وشم، جسمها كله، ده غير طبعا ان التانية كانت متحررة وبتعمل كل حاجة، اللي هي من عبد الشيطان يعني، وبتطلع لايف ومع اصحابها، وعندها ناس كمان على التيك توك بيردوا عليها شبهها بالظبط، اهم ناس بجد شبهها. فيعني ايزي عايشة حياتها عادي، لو هي كانت هنا البهدورة ولا هنا البهدورة دي يعني ما كانتش هتبقى كده، يعني مش بي محدش يا جماعة بجد هيبقى بشخصيتين، تمام، ويطلع على العام بالشكل ده، يعني بجد مش كده، ومش دي مش دي اللي تعمل حاجة زي كده. بس طبعا عمرو الكاشف يعني اتهمها على طول وقدم لها اتهام مباشر، ودي الغلطة اللي انا بقول عليها من بداية قسما بالله. انت كده انت كان ممكن جدا توجه لها مسج بس ما تتهمهاش، انما انت كده بتدي لها اتهام
وبتقول للناس ايه، انا بتحداها ان هي تطلع لايف وفي اي حته في مصر وتصور عند كشك او عند يافطه او عند عربيه او الكلام ده كله، نمره عربيه يعني، اي حاجه تثبت ان هي في مصر. طب ما انت عارف ان هي في امريكا مش في مصر، هتجيب لك منين الفيديو ده؟ ولا هتطلع لك بس مباشر ازاي في الشارع؟ وبعدين انت لو اثبتت ان هي في امريكا فانت كده خلاص يعني. مش بس كده، جاب كمان صورتين للشباك اللي وراها، البنت دي قاعده في اللي هي هنا بقدر قاعده في قاعده في مكان في شباك وراها، وفي كمان ملابس بتاع كده محطوط عليها الملابس اللي هي بتاعه الشماعه دي، والبنت التانية كمان نفس النظام. قال لك بص يعني دي موضه بقى يعني، جايب برضو حاجتين فيهم شبه من بعض. بس الذكي لو يعرف ان في امريكا اغلب الشقق اصلا بتبقى تصميمها كلها زي بعض، مش هيقول كده. ولو ركزنا دي يعني دي حاجة ودي حاجة يعني، حتى لو ركزنا في الصورتين اللي هو جايبهم وركبهم جنب بعض، مش كل تفاصيلها زي بعضها، مش كل التفاصيل زي بعضها. اللي مضايقني حاجة اقسم بالله، ان هو بيضيع نفسه بايده، وللاسف هو يعني مستمر ومكمل. انا زي ما قلت لكم والله العظيم انا ما كانش نفسي ان حد فيهم يتضرر، لا اسرة نيرة اشرف من الكلام اللي بيتقال عنهم، ولا عمرو الكاشف، ولا منى ابو شنب، ولا احمد رجب، ولا اي حد من الناس دي يتضرر. بس هما للاسف سلكوا طريق ومشوا في طريق هجومي، وده غلط. ناس كتير بتتكلم في القضية، بس مين بقى اللي بيتضرر؟ اللي بيهاجم واللي بيشتم واللي بيخوض واللي اهو. فكان ليه بقى ده كله يحصل يعني؟ بجد كان ليه؟ مش عارفين الايام اللي جايه ممكن يحصل فيها ايه. وطبعا رايكم يهمني جدا في اللي حصل النهارده ده، هل هي ولا لا. انا بالنسبه لي يا جماعه دي مختلفه كل الاختلاف عن يعني البنت التانية. الناس اللي بتقول هنا البهدوره حاطه فلتر والكلام ده، الفلتر اللي هي حاطاه يا جماعه عادي، حتى العيونها بصوا على عيونها هتلاقوا اللي هو بتاع الايلاينر ده تقريبا، ده مش ايلاينر حقيقي، ده فلتر. والاحمرار اللي على وشها ده كله فلتر، مش ميك اب، هي مش عامله ميك اب، ما بتطلعش عامله ميك اب اغلب الوقت. ولكن مش لدرجه ان يعني تبقى هي دي، عشان بس نبقى مقتنعين. الناس حتى عنده اللي متابعينه بيهاجموه دلوقتي، اي نعم مش كلهم، في ناس طبعا زيطه في الزيطه اقسم بالله، وايه الكشف كشف لينا. يعني مش عارف بجد في ايه، بس في ناس فعلا برضو نفس اللي حصل ايام رنا المسير، البنت يعني الغلبانه اللي طلعت وقالت ان هو بيتهمني ومش عارف ايه عشان خاطر صوره، انا كنت بتعالج من مرض كانسر ومرض مش عارف ايه والكلام ده كله، فيروس تقريبا سي مش فاكر الحقيقه، كان عندها مرض دي مرض يعني كبير، ربنا يشفيها يا رب. ولكن برضو غلط نفس الغلطة وقتها، اتهم البنت برضو على طول. ما هو ده غلط، ما هو اللي مخلي أهل نيرة كارهينه بالشكل ده، عشان بيتهم مباشر، اتهام مباشر. طب ده ينفع؟ طب ما هو الاتهام ده انت لما تتهم شخص كده، ما هو انت في ناس بتتابعك، في ناس الناس اللي بتتابعك دول يعني هيجروا بقى يرددوا نفس الكلام اللي انت بتقوله. دلوقتي وانا البهدورة دي الناس داخلين لها عندها في الصفحة منزلوا لها الصور دي وبيشتموها وبيحرضوا يعني على قتلها وعلى انها من عبدة الشيطان وعلى وعلى وعلى، ما انت سببت اذى نفسي وشهرت بيها وبلاوي. ويا هنقولي بس قلت خلاص انت كده دلوقتي بقى انت مش مع المحامي خالد عبد الرحمن سيف الحق وبس، لا انت كده بقيت مع اكرم سلام. ويقولك من اكرم سلام، اكرم سلام يعني بص حاجه بقى من اللي ايه. من العيار التقيل بجد. ما كنتش نفسي والله يا جماعه ان حاجه زي كده تحصل، بس نقول ايه بقى، هما بقى اللي رموا نفسهم في النار بنفسهم. اشكركم جدا، اتمنى طبعا تكتبوا لي تعليقاتكم تحت، متنسوش طبعا تدعموا الفيديو ده بلايك لان الفيديو ده مهم جدا، خصوصا ان اي حد بيرمي الناس بالباطل لما يسمع الكلام ده بعد كده ممكن لعل وعسى انه ما يرميش حد بالباطل غير لما يتأكد، عشان ساعتها مش هيبقى انت بترمي الناس بالباطل، لا انت بتقول الحق. ف
فأتمنى محدش يتهم أي حد كده اتهام باطل وخلاص، لأن الناس دي برضو بيبقى عندها عيلة وعندها أسرة ومش أي حاجة تتقال، ده في بلاوي أقسم بالله بتنزل. وأنا دايما أنتوا بتشوفوا الحمد لله بحاول أمنع أي صور حتى لنيرة أشرف الله يرحمها، وبحاول أعمل حاجات كويسة. أشكركم جدا، كان معاكم يوسف سعيد في رعاية الله.